احنا متواجدين ومنطقين كما وصلنا مصر، فاحنا خلصنا القرار التوقيت اللي مطلوب عليه. ايه التوقيت بقى ايه؟ والملاحظه؟ لا هو في برنامج هيتحدد ان شاء الله دلوقتي وهيبقى في توقيت هيتطبق عليه وهنخلص ان شاء الله. يعني احنا بالنسبه لنا التنسيق زي ما قال كده المهندس احمد وفينا في الصداقه واحد على السبت. الصداقه اثنين شغالين حاليا فيها تنسيق ويمكن برضه خلال اسبوعين او ثلاثه بالكثير من المهندس. وانا دخلت بشوف لكن انا كملت حتى المهندس اللي كان معاه